Hello viewers, assalamu alaikum to you all those who are watching this video. How are you all doing at present? Hope that all of you are well. It's me, Muaz bin Masood, here today in this video as you can see. Welcome to back my and another brand new video. Today this video is going to be very special and effective for you all. As you know that I'm a Muslim and Quran is the holy book for the Muslim people. And there are a number of there are 114 surah in the holy Quran. The surah Mulk is one of the most important surah from the holy Quran. So in this video, I am going to read out the Surah Mulk, and this is very important for the Muslim people. We all should read this surah, read out this surah before sleeping. Before sleeping, if we do it every single day, so we will save our body from the torment of the grave. So without wasting our valuable time, I'm going to read out the surah from now on. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير جاءوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعجر كبير وأسروا قولكم أجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أذن ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدى أمن يمشي سعيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جرأكم في الأرض وإليه تحشرون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بربهم عجل السعير قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين So viewers, this was the Surah Mulk that I have already read out to you, all those who are watching this video. I hope that you understood that how will we get benefit from this Surah by reading every single day. I hope that you understood. Thanks for watching this video and don't forget to follow my Facebook page and subscribe my YouTube channel. Thank you very much. Assalamu alaikum.